الأخبار المغربي إيجاز من استوديو قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تي في، مرحبا بكم. تحصل محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على جائزة أفضل وزير للمالية في القارة الإفريقية، وذلك برسم جوائز أفريكان بانكر التي تنظمها مجلة أفريكان بانكر المهتمة بالقطاعين البنكي والمالي في إفريقيا. وذكرت المجلة في بلاغ صحفي لها أن بن شعبون قام بعمل جيد ونسق استجابة مثالية للتأثير الاقتصادي والاجتماعي لجائحة فيروس كورونا المستجد. حول أسباب غياب صور المتوسط في السينما، احتضنت أكاديمية المملكة المغربية محاضرة للناقد السينمائي ميشيل فرودون الذي سبق أن ترأس تحرير مجلة دفاتر السينما الفرنسية ودرس بمعهد دراسات سياسية بباريس. يدخل هذا النشاط في إطار سلسلة المحاضرات التمهيدية التي تنظمها أكاديمية المملكة تهيئة لدورتها 47 المعنونة بالبحر الأبيض المتوسط أفقا للتفكير. في هذا السياق تحدث نور الدين أفايا جامعي مغربي عما تشهده أكاديمية المملكة من تحول مؤسسي كبير في ضوء القانون الجديد الذي ينظم أنشطتها، مستحضرا الهيئتين الجديدتين المنشأتين في إطارها الخاصتين بالفنون والترجمة وإلحاق المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بها. حضر المطبخ المغربي بقوة في المهرجان الأول للطبخ الإبداعي من تنظيم وزارة الشؤون الخارجية البنمية بتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والبيئة، وبمبادرة من سفارة المملكة في بنما تم تقديم طبق مغربي تقليدي في إطار هذه التظاهرة التي تقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبخ المستدام. وذكر بلاغ لسفارة المغرب في بنما أن هذا الحدث الذي أقيم عن بعد بسبب القيود الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 عرف مشاركة مختلف السفارات المعتمدة في هذا البلد التي دعيت لتقديم أطباق أصيلة تعتمد على فن الطبخ التقليدي لبلدانها مصحوبة بمكونات بنمية. نشد عدد من المغاربة المقيمين بمدينة مليليا المحتلة السلطات المغربية فتح المعابر الحدودية لزيارة أقاربهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك بعد قرابة سنة ونصف من إغلاق كافة المعابر الحدودية مع المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطات المغربية غداة بداية انتشار فيروس كورونا المستجد. أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء اليوم الخميس شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام 3 متدربين بمؤسسة للتكوين المهني بتعريض زميل لهم لاعتداء جسدي باستعمال أداة رادة بعد مغادرتهم المؤسسة التكوينية، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، حيث أصابوه بجروح بليغة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوياتهم وتوقيف 2 منهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.